دقت وين راح لعند عمي ابو زافي؟ ايوه وين؟ بدي اخذ منه مصاري. شاشو؟ عندك لسه المطرح ولا بلاها؟ وش انا اللي بلاها؟ مشتهي السمك لك نمس. يا لطيف سمك مره واحده؟ لك ايه طقم مخي طقم مخي قبل السمك. هلا طقم مخها؟ لك لا مو طقم مخي يعني قال لي يا تنكه يا تنكه جسمك بده سمك. مين اللي قال لك؟ لك جسمي انا هيك حكيت مع حالي. فكري مخك الحالي. يلا يلا روحي. دعوت دعوت وات شفتها تبشر لك شتنا ما بيحشك ربا شلته مثل الغنمه تحت على لك تعال اهلين نمس احلى قعود والله اهلين برجال اهلين عمي ابو صافي هلا عمي ابو صافي هلا والله لك نمس شو رايك تبخرنا هالبايكه كلها والله ما بعرف شو بدي لك يا عمي ابو صافي المشكله عندي حجوزات لسفرين ثلاثه قدام يا كرم بس يلا ما بضيع فيك بنمرق لك دور هيك سرحه ببين الحجوزات عمي ابو صافي بدي اسالك شو اسمها لهالقصه؟ اني قصه هي قصه الخوارف شغلتها بسيطه كبش وغنمه يا عيني عليك يا نمس كبش وغنمه وقديش بدها وقت هي القصه يعني؟ يعني بتجيب كبش وغنمه بتزوجهم لبعضهم تمام بيعيشوا مع بعضهم بثبات ونبات وبيخلفوا لك خواريف وبنات يا لطيف وانت وحظك كل خمسة اشهر يا بيجي خاروف صغير يا اثنين عد بقى خمسات بتلاقي عندك كذا شلعت غنم كل خمسة اشهر يا ظريف يا اثنين يعني بدها 10 و20 شهر ووحده وحدين يوم القصه لك يفكحك شو حشين لا بطلت سمعنا لا خلينا باللي جايين مشانه بطلت فكري القصه هيك على السريع شو بدك عم تزافر انا جاي لعندك هيك وبتمنى ما تردني خايف شو خير؟ بدي قرشين الله وكيلك طايق مخي على أكلة سمك بس لقلك عمي أبزافي عزيمة ها عزيمة ما تفكر الشغلة صلبطة السمكات عليك والزناخة عليك لك شو متفقين انتو لك يا ملعين واحد بري وواحد بحري امسيك عمي الله يخلينا يا كام لك نمس كنبا روسنا ولا ثلاثة فراخ وين كنت شوون؟ صحيح وين نشويهم؟ وين نشويهم؟ هون بالباكي عمي أبو صافي هون بالباكي هون بالباكي شكرني يا غالي غالي يا ولك الله خليتنا ياكم شي كحول امشي يا مو ليش كانت خالتي ام زافر عم تزورنا ايه مالها بالعاده والله ما بعرف ابصر بس يا مو شفت لك اياها عم تسالني سؤال من فوق لتحت ايه تسالك شو عليه تشكلي قاسي الله يجعلك نصيب ابنها يا حق شلون يعني ابنها ما ابنها متجوز وزا يعني متجوز هي خالك لا تروحي لبعيد مو متجوزه ثلاثه بعدي